عليكم طلبتنا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير. أنا دكتور علي أبو طحين، إن شاء الله راح أكون وياكم محاضرة التواصل الشخصي. إحنا بدينا بهن بالبداية، ولكن مجموعة واحدة أخذت المحاضرة الأولى، هم راح أعيدها وياكم. هاي أول محاضرة، موضوع التواصل ومهارة التواصل الشخصي، التواصل ما بين الأشخاص، موضوع هام جدا، موضوع كلش هام للطبيب ولكل إنسان صراحة، كل هذا الشخص، بس الأطباء على صورة عمومة، وإن شاء الله راح نغطيه عبر السنوات الجاية أيضا. وفي المرحلة راح نعطيكم أساسيات التواصل خلال مجموعة من المحاضرات راح أكون وياكم إن شاء الله. هاي المحاضرة الأولى، إحنا كل من عنده مهارات تواصل، كل من يعني يعرف يتواصل يتكلم، تعرفون التواصل شو، لكن كيف آلية الكلام، كيف طريقة الكلام، يعني هل هناك طريقة معينة؟ يعني بالتأكيد أكو طريقة معينة، تلقى ناس أكو عندهم مهارات تواصل فعالة، وأكو ناس عندهم مهارات تواصل يعني بسيطة، ممكن هذه تتأثر بالمجتمع بالبيئة اللي يعيشها، ولكن هذه الأشياء ممكن أيضا تتطور ويتدرب عليها. فإحنا إن شاء الله راح نعطيكم الأساسيات، وشوي شوي نعمل على نحاول نطور مهاراتكم. وهالموضوع من الأساسيات الطبيب، وهام جدا على يعني أهم المواضيع اللي يركز عليها حاليا الطب الحديث، لأنه شاف أنه أكو مشكلة كبيرة بالتواصل، ويعني ما بين الطبيب والمجتمع، ما بين الطبيب والمريض، شلون تقنع المريض، شلون تقنع تتعامل وياه، تمتص غضبه، تواسيه اذا عنده مشكله، تتفهم. فراح هذا الموضوع كلش هام، واحنا شفنا يعني كل الدول شافت انه الطب سابقا كان هالموضوع ما يعطي اهميه، ولهذا انه الطبيب عنده معلومات كثيره لكن جزء ما يقدر يوصلها للمريض، فشنو الفائده؟ فهذا الموضوع هسه يعتبر من اهم المواضيع للعمل الطبي، وان شاء الله قلت لكم يعني. والمشكله الكبيره عندنا بالعراق، يعني احنا بالعراق، هو ليس بالعراق، بالعالم كله، ولكن حتى بالعراق يعني اذا تتفقون معي يعني عندنا مشكله كبيره بالتواصل، يعني شوفوا ازمه ثقه اكو ما بين المواطن والمؤسسه الصحيه، المواطن والطبيب، انعكست على عده مجالات، بدها توصل الى احيانا حتى العنف. هذا الموضوع كلش هام، نقدر يعني هاي المشاكل نقدر نقللها ونحلها اذا عرفنا شلون نتعامل ويا المرضى ونفتهم كيفيه تفكيرهم. ان شاء الله هاي المحاضرات تقدر، ان شاء الله نقدر نوصلكم فكره عن الموضوع ان شاء الله. فالتواصل هي شنو التواصل؟ يعني اي تواصل ما بين الاشخاص، مثل يعني تعرفون يعني التواصل يعني احنا انا دائما انا دا اتواصل وياكم، انا دائما اقول لكم رساله، فكره، دا اعطيكم محاضره، فهو هذا هم ايضا نوع من التواصل. ف هدفنا اليوم ان شاء الله شنو؟ معرفة شنو عملية التواصل، مبادئ عملية التواصل، من شنو تتكون عملية التواصل، وان شاء الله نعرف فكرة عن انواع التواصل. اوكي، انواع التواصل ايضا، يعني هذا خطأ املائي هسه ما اكتشفته، ان شاء الله نعدله. ف شنو كتعريف المحاضرة؟ طبعا راح تكون باللغة العربية، يعني احنا قررت من هالسنة، سابقا كنت اعطيها باللغة الانجليزية التواصل الطلبة الطبية، بس قررنا يعني صار احنا اجتماع انه تم الاتفاق انه نكون نحاول ندرس لكم اياها، لانه انت راح تتواصل مع المرضى باللغه العربيه، بعض المصطلحات باللغه الانجليزيه هم راح تكون هامه لكم، خصوصا انتم بالمرحله الاولى، فراح تكون في الاغلب باللغه العربيه، ولكن مصطلحات انجليزيه هم هامه انه تعرفوها. فعمليه التواصل او الاتصال نفس الفكره، هي العمليه التي من خلالها ارسال واستقبال المعلومات بين شخصين او اكثر، اكو معلومات، افكار، كلام في تنقله، فالفكره في توصلها بهدف تبادل المعلومات. ليش؟ تبادل معلومات. ثاني اليوم اريد اوصلكم موضوع هذا، اريد اعطيكم محاضره عن الموضوع، افهم لكم اياه، فاكو فكره ببالي اريد انقلها لكم، والفكره شتمل من الفكره انه تستوعبون الدرس، تفهمون المحاضره، تولد عندكم فد انطباع. فاني هذا اللي اتمنى انه، فيعني هاي عمل التواصل، دائما اي واحد يتحدث وياك بموضوع، من يخاطبك يراسلك يريد يوصل لك فكرة، أو أنت تريد توصل له فكرة. أوكي، فهاي كتعريف التواصل، عملية التواصل لغرض حتى توصل فكرة، حتى بالنتيجة يكون المقابل عنده رد فعل معين أو رياكشنز. عملية التواصل شنو تشتمل؟ احنا عندنا طرفين بالتواصل ده، السندر والريسيفر، المرسل والمستلم، المرسل والمستلم. هسه حاليا انا المرسل وانتم المستلمون. اوكي، شنو ذا آلية الكلام اللي دا اوصلكم اياه، والمحاضرة المسج اللي دا اوصلكم اياه، رسالة
شنو أنا الفكرة اللي دا أوصلها الرسالة. فإحنا هسه هذا عملية التواصل، التواصل حتى يكتمل التواصل لازم يكون أكو two way communication، يعني أكو فيدباك، تغذية للراجعة من تعطوني جواب. للأسف هسه إحنا بهذا التسجيل المحاضرة هذا one way communication، اتصال بطريق باتجاه واحد. لو كنا في المحاضرة ممكن أسمع منكم بعض الأسئلة الأجوبة أقدر أوضح لكم هذا الشيء، راح نشوف شنو تأثير إنه هذا الطريقة الوحدة عن الثانية. فحتى يكتمل التواصل أنا شو أعرف فهمته ولا ما فهمته، ممكن بالمستقبل إن شاء الله نلتقي نتواصل عبر الكلاس مثلا جوجل كلاس، أسمع منكم إذا عندكم أي نقطة ما فاهميها، فهذا راح يكون فد فيدباك من عندكم إلي نقدر نستقبله. فمن أعرف إنه شنو استوعبت وشنو ما استوعبت شو ملاحظات، حتى من تحكي أي واحد بس تتكلم وما تسمع من عنده هذا شوي يضعف عملية التواصل. لكن بالعموم أكو سندر أكو ريسيفر، طبعا الريسيفر قد يكون أكثر من شخص مثل ما سأتحدث ويا مجموعة، أوكي؟ وقد يكون ما بين شخصين، فعن التواصل ليس بالضرورة يكون ما بين شخصين، أوكي؟ فهذه بس الآليات، السندر المرسل والمستلم والرسالة. وحتى تكتمل الحلقة يفترض أكو تغذية راجعة نسميها فيدباك. عناصر عملية التواصل، شنو عناصر مكونات التواصل؟ قلنا هنا نفس الكلام هذا شرحناه، المرسل والمستلم. المرسل راح نجي سنبدي بالتفاصيل، المرسل شنو شلون يعني أنا حاليا المرسل أو أي مرسل تم تتكلم تريد تكتب رسالة، شنو أنا عندي فكرة ببالي، يعني أريد أوصلكم، عندي هدف، عندي فكرة أريد أوصلها، هاي الفكرة أول شيء الفكرة شلون أريد أوصلها، أتفق شنو الفكرة، بعدين أصيغها بصياغة معينة. فأول عندي الفكرة، الرسالة، مادة المحاضرة، أصيغها بصياغة معينة، بعد ما عندي فكرة أصيغها بصياغة معينة، كلمات، إشارات، رسم، صورة، صوت، ما شابه، ماشي؟ أصيغها بصياغة معينة، أحط بتعريف، أحط كلمات، أشفرها، أوكي؟ أشفرها ممكن طبعاً بالعربي، بالإنجليزي، رسم، أي طريقة، تشفير، كودينج، إنكودينج، عدة تسميات، أصيغها بمعنى أشفرها وأصوغها بصياغة معينة حتى بعد ذلك أرسلها لكم. بس أنا الكلمات توارد بذهني وكاتبها قدامي، ثم بعدها أنقلها لكم عن طريق التواصل، أوكي، قنوات التواصل. ورا ما صغتها كتبتها حطيتها، بس أنا وياها مو بس كتابة كاتب لكم إياها، صارت صوت وصورة، وحتى أعتقد الكاميرا دا تصور، فيعني حتى وجهي ممكن ما دا يظهر لكم. بعدها أنقلها، راح أنقلكم إياها صوت وصورة صارت، ولكن ما أستمع لكم للأسف، وأنقلها ممكن قنوات التواصل، الكلام، إشارة، طبعاً إحنا حتى التواصل يعني ممكن عبر الإنترنت، عبر التليفون، عبر الموبايل، هي هاي كلها طرق للتواصل، إشارة، إرسال، إيميل، كل هذه هي قنوات التواصل. هذا المرسل، إذا فكرة شفرتها صغتها بصياغة معينة أرسلها. المستلم شو راح يسوي؟ شنو الآلية؟ يعني أنتوا أول ما راح تجيكم هذه تسمعون كلامي، أول ما توصل تستلمه، تستمع وتقرأ، عندك حاسين دا شغلك، سمع ورؤية، أوكي، سمع ورؤية، فتستمع تستلم أول شيء الريسبشن، أوكي، الاستلام. من الاستلام بعدين شدي تبتدي تقول دكتور علي ايش دا يقول، شنو هذا المكتوب بالمحاضرة، شنو المقصود به، اوكي، what does it mean، شنو هذا يعني، شو يعني هذا اللي دا يتكلم به دكتور علي. الاستلام تبدي شفت يعني انا هناك شفرت لكم اياه، انتو تبدون تفهمون المعنى، تسمي تفك الشفرة، decoding، تبدي تحلل، تفهم، تستوعب، تفكر شوية حتى توصل لرسالة. يعني إن شاء الله أتمنى أنه تفهمون كلامي، يكون كلامي واضح، أوكي، أنا حتى دا أتكلم باللغة العربية لأنه بالتأكيد راح تكون بالنسبة لكم أسهل من اللغة الإنجليزية. فمن فك الشفرة، من أنت توصل دز رسالة، جيبوا لي فلان شي، سووا فلان شي، أطلب من أي واحد يستلمها، أول شي لازم أتأكد أنه استلمها، شلون أتأكد أنه استلمتوها، لازم أكون بعدين إن شاء الله يكون فيدباك. فك الشفرة، تحاول تفهم الرسالة، معنى المحاضرة، فحوى المحاضرة، واي استاذ يعطيكم، والدك والدتك من تكلمون، او المريض من يحكي وياك تفهم كلامه شنو اللي يقصد به، حتى بعدها ديكودينج المفروض يصير عندكم فد
رد فعل، فد رياكشن، تحفظون هذه النقطه، تفهمون تسوون فلان شيء، لا تسوي فلان شيء. هسه احنا في وقت الكورونا والكوفيد 19 هوايه عندنا رسائل صحيه تجي بالسوشيال ميديا، بالحوارات، بالتلفزيون، بالبوسترات، عده طرق، حتى يا بغسلوا ايدكم مثلا، غسلوا ايدكم، غسلوا ايدكم. حتى بالنتيجه مو بس نشرح لغسل ايدك نوبات، من نشرح لهم كيفيه طريقه تغسل يد، نحطها بفيديوهات بصياغات معينه، صور كلها، حتى ممكن انه تنعكس عليهم فك الشفره حتى يصير تتولد التاثير والافكت. احنا نريد الناس تغسل ايدها، احنا نريدكم تفهمون المحاضره. فهي هذه هي عمليه التواصل، مرسل ومستلم، فكره في بال المرسل تحول الى يصيغها بصياغه معينه ثم يرسلها، المستلم يستلمها يحللها يفهمها، المفروض يتولد عنده فد رد فعل. اوكي، كيف انا نعرف، شلون نعرف انه رد الفعل صار ولا ما صار؟ حتى يكتمل عمل التواصل لازم اكو النقطه الاخيره هي الفيدباك، التغذيه الراجعه. من اكو تغذيه راجعه راح نفهم، يا يعني استوعبنا، فهمنا، صار، تم، عرفنا. هاي الفيدباك تكون انيه، ممكن تجي بعدين. اوكي، ولكن حتى تعرف انه تم، يعني توصيت على شغله، مثلا والدك وصاك جيب اشتري لنا فلان حاجه، دزلك رساله، قرأتها ما قرأتها ما ندري، رجعت، من راح ترجع للبيت جايب الحاجة؟ لو ما جايب الحاجة راح نعرف. اوكي، عن الرسالة الشائعة الاكثر انتشارا من باب النقطة، جيب معاك صمون، هاي الرسالة العراقية، جيب وياك صمون، ذكروها. من ترجع للبيت جايب صمون لو ما جايب صمون؟ نشوف، اذا جايب صمون اوكي افتهمت، اذا ما جايب راح نشوف ليش ما هاي، شنو الرسالة ما وصلتك، ما قرأتها، ما فهمتها، شنو المشكلة كان، حتى نعرف ليش. فهاي التغذية الراجعة هي الأساس تكمل حلقة التواصل. فهذه التواصل هو عبارة عن سلسلة وحركات، يعني موضوع عملية مستمرة. نرجع لأن هذا الشرح، هذا السلايد يشرح لكم كل واحدة شنو اللي ذكرناه، فكرة في رأس المرسل، كل واحدة راح يعرف لك إياها، الترميز شنو، التشبير شنو، كل هذا راح يشرح لكم اياه ويوضح لكم اياه. هذا السلايد ما راح اخذ بيه، انتم تقروا هالارسال، لانه كل اللي تكلمت بيه، اللي تكلمت بيه موجود في هذا السلايد. هذه يعني هي العمليه هي مستمر. هذا السلايد هي فكر، هذا من اكو تغذيه استرجاعها، من نتحدث ويا المريض متحدث، اخذ كلام ورد، كلام ورد، سؤال وجواب، سؤال وجواب. فهي العمليه ديناميكيه، هي عمليه مستمره. اذا one way communication، طريق اتجاه واحد فقط، انا اتكلم وانتم تستلمون مثل ما هذا يجري حاليا، يعني التغذيه الراجعه راح تتاخر. انا اتمنى ان شاء الله الصوت واضح والكلمات واضحه واذا تفهمون هذا الشيء، بعدين نفهم لو من نلتقي، وقد يكون في الامتحان نشوف توضحت لكم الفكره، لو ما توضحت ممكن بعدين شو تنعكس على ممارساتك وطريقه كلامك وتعاملك مع المرضى بالمستقبل، هذه المراحل المتقدمه ان شاء الله من الدراسة. لكن هذه العملية مستمرة، هذه العملية ديناميكية، ترسل وتستمع، تستمع وتجي. فلازم المتحدث لازم عنده استماع جيد ومتكلم جيد. اوكي، فكل هاي الاشياء، هذه العملية ديناميكية. ماشي، احنا كان نتمنى انه اكو، احنا سوينا اللي كانوا ويانا بالمجموعة، سوينا بعض الاكسرسايز بالمحاضرة وكانت اعتقد جميلة، اذا ذكروها حتى نشرح كيف يكون. راح اخليكم اني بعض الفيديوهات شلون الرساله توصل وشلون تضيع وشلون تاثر في الفيديوهات موجوده، ان شاء الله احاول اخلي لكم اياها تطلعون عليها، او اخلي لكم الرابط مالتها ممكن وانتم تشوفوها. فعمل التواصل نفس الشيء، هذا باللغه الانجليزيه هي انكودينج او كودينج، شلون تفك الشفره، نفس القنوات التواصل. اكو عوائق ممكن تاثر على التواصل، هم راح نجي عليها بالمحاضرات القادمه. اوكي، فالعلاقه بين هاي العمليه، هذا سنرجع نسال المشكله من الصير، يعني مثل ما قلنا اذا تواصل والرساله ما وصلت، وين ممكن يكون الخلل؟ مثل ما ذكرنا، اذا تحدث ويا واحد، حكيت وياه، دزيت له، قلت له وما فهمك او ما سوى هذا الشيء، وين المشكله ممكن تكون؟ نرجع على السلايد اللي كنا بيه، هذا وين ممكن تكون؟ يعني ليش ما استوعبتوا مثلا؟ الفكرة كانت ما واضحة عندي، ممكن الرمز، الصياغة، الخط، الكتابة، الصوت ما واضح، الإرسال بي مشكلة، الشبكة ضعيفة، الصوت ناصي، الصورة ما واضحة. أوكي، الاستقبال، واحد هو سمعه مو تمام،
ما استقبل زين، نظره ضعيف، الشبكه هم قلنا ذا تاثر ذا عبر السوشيال ميديا، هم وسائل التواصل هذه. فك الرمز ممكن يكون فك الرمز فهمها، اكو كلمات تحتمل اكثر من معنى، كلمات تحتمل اكثر من 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 فكره، كلمه حركه نوبات يعني تغير معنى الكلام، حرف او نبات حتى حركه احنا فتحه وشده نقول يعني تغير، راح تشوف في المستقبل الحكايه فيها ان يعني هي شده تغير فكره الموضوع كله، فهي ما ممكن تكون بها. رد الفعل تولد عده مختلف، التغذيه الراجعه بين الفكره انه الخلل الخلل باي جزئيه من هذه الاجزاء تؤدي الى ضياع الرساله. هذا الشيء الهام انه مدني مترابطه، هي عمليه مترابطه، القطع باي جزء او الخلل باي جزء ياثر على بقيه الاجزاء. يعني اذا هي الفكره مالتي مثلا ما واقع، الرساله مالتي طويله، المحاضره مالتي طويله، ما مفهوم، انا ما اعرف شو اريد اتكلم، نباتك واحد يجي يحكي وياك او نحكي بوستات السوشيال ميديا، نبات واحد حط جريده بالفيسبوك مثلا، كان ما تفهم يعني نبات يعني رساله واضحه، نبات تقرا ما تعرف هذا زين شو يريد، شنو الفكره مالته واصله جزئيه لانه طويل، نبات حتى نبات كلمات قصيره وهم انا ما تفهم شو يريد. اوكي، الترميز الجزء اللي هو الفكره عنده بباله واضحه ما قدر يوصلها، ما صارها صياغه جيده، هم ضاعت الفكره او صار مثلا انا رساله اوجهها بالانجليزي والناس ما تفهم الانجليزي، او صوت يعني الكلام ما واضح، الخط ما صغير، كل هاي الاحتمالات تاثر الارسال، مثل ما قلنا الصوت ناصي، الخط ضعيف، الشبكه تقطع، ما سمعوني، ضوضاء وهوسه، هاي هم تتاثر، كل هاي الاشياء ممكن، كلام سريع، سرعه الكلام، احكي سريع، احكي بطيء، احكي بلهجه يعني او لغه عاليه، تحكي لازم تعرف لكل مقام مقال، كل ناس تتكلم معاهم بمستوى فهمهم، فجوز مستوى الكلام بتفاصيل ما يفهمها الناس البسطاء، فانت لازم تعرف المخاطبين من هم. الاستقبال كان مشكله، واحد ما يسمع، ما يشوف، ضوضاء، ما مركز، كل هاي الاشياء هم تينا تاثر. فك الرمز، اكو حركه اشاره او كلمه تقنى تكثر تقبل تتحمل اكثر من احتمال، تتفسر اكثر من تفسير، نوبات يعني هي بيها فتشي، واحد يروح باله على فد موضوع معين، مثلا احنا هواي مثلا في يعني يجيكم راح يجيكم دكتور علي، زين يا دكتور علي اكو اكثر من دكتور علي، اوكي هذه كلمه يعني هواي تصير، مثلا يجون احنا اكو تشابه اسماء اني مثلا نفس الاسم، عندي ولد عمي مثلا هم كان اطباء، ف يجوني نوبات دكتور اجيناك، يعني انا طبيب تعرفون طبيب اسره، فيجيني واحد دكتور سني وجعني واريدك تشرح لي، اقول له يعني انت يعني انت ما جاي علي، اوكي قال له روح الدكتور علي ابو طحين مثلا، بس هو اجى شاف اني دكتور علي ابو طحين ولا دكتور علي، فهذا احتمالات وارده تصير هوايه كلمات، فلازم تضطر رساله. نفس الشيء ويا المرضى، احنا اللي يهمنا سواء فيما بيناتكم ويا المرضى، نمات المريض نقول له سوي فلان شيء، بس هو ما استوعب يعني شنو يعني الرساله ما وضحت له، فممكن يسوي جزئيا او يستمر بها فتره طويله، اوكي فما ياخذ رساله، فهو فهمها بطريقه مختلفه، هاي هم راح تؤدي الى انه تؤدي الى مشكله. يعني مثلا هواي من المرضى، يعني اشتغل بالتغذيه، هواي من المرضى يجي يقول مثلا سامع نقول له لا تاكل مثلا لحم، اكل دجاج، اوكي اكل دجاج، حتى يعني التجربه يروح ياكل دجاج، ياكل دجاجة، فهم انه لا تاكل لحم، اكل دجاج، فهو فهمها صح، فلازم اعطيه رساله تامه، يابا الدجاج هم في كميه قليله، هذا اللي هواي اشياء انا لازم اعطي رساله تامه. الفكره ورد الفعل كله هو اللي راح يتولد، يعني نتيجه من هو قام ياكل دجاج، بس ياكل دجاج اكثر من اللازم، فهمت يعني وين الخلل؟ الخلل جزء اني ما شرحت له بصوره تامه. التغذيه الاسترجاعيه اذا انا ما رجع لي وما عرفت وياه ما افهم شلون يكون، نبات ويا المرضى نقول له اخذ هذا الدواء يعني مرتين باليوم او حبايه، ايه اوكي، روح يجي القام الشريط ماخذ منه حبايه، واحيانا يجي مخلص الشريط بيومين، المفروض الشريط بعده خمس ايام، وين الخلل كان؟
ليش هذا الشيء دا يصير لما وهواي هاي بتحدث في المريضة، خلل ما وصلنا للفكرة زين، ما شرحنا لها بصورة تامة، هو ما استوعبها، ما كان مركز فهمه، ممكن الخلل يعلن كل شيء ذبه براس المريض، ممكن احنا ما اعطيناه وقت او الصيدلاني ما شرح له، كل هاي الاشياء بالفيدباك نعرف. فهاي العلاقة هي مستمرة، القطع والخلل باي جزء يقطع السلسلة كلها، اي معوق بالعناصر راح يأثر على عملية التواصل كلها، وباي وقت ممكن تظهر، يعني ممكن الاتصال مثل ما تتكلم والشبكة تقطع على ساعة يضيع التواصل، فحدث يحدث او ما شابه، فممكن باي وقت تضيع الرسالة في اي مستوى. واللي شايفين الاكسرسايز راح اقل لكم الفيديو شوفوا ان شاء الله، راح تشوفون شلون تضيع، قد تعرف وين ضاعت واحيانا ما تعرف. اذا تاثر ان عصر هذا يقل من فعالية الاتصال، التغذية الاسترجاعية هي راح تعكس اذا كان الاتصال فاعل ام لا، من اكو فيدباك، من نعرف نشوف استوعب لو ما استوعب، لو المريض ما يرجع لي ايش مدريني، من يرجع لي واشوفه مكمل ما ماخذ العلاج بصورة صحيحة او ما متبع الاجراءات، اعرف انه الموضوع ما تم. هذه العملية ليست ثابتة، من يصير اكو اخذ ورد هي دائما المرسل يصير مستلم والمستلم مرسل، وهكذا العملية هي ديناميكية مستمرة، فلازم انت تعزز الارسال، واذا فتجاوبك المريض صح الشخص يقول له عاشت ايدك شكرا جزيلا نكمل استمر على الموضوع، لا انت هذه النقطة مو صحيحة عدلها سوي فلان شيء. اوكي، فلازم دائما بيناتنا احنا حواراتنا دائما حتى ويا زملائنا لازم نحترم حواراتنا بيناتنا ونحترم آرائهم ونحاول نبني نحسن، عندنا مشكلة حتى بالتواصل فيما بيناتنا مشكلة كبيرة في عندنا. نجي اللي بعد هالموضوع هذا، أنواع التواصل. أنواع التواصل أنا ذكرت قسم لكم نوعيتين أو ذكرت نوعية واحدة، ذكرت أنه أكو one way communication و two way، تواصل باتجاه واحد فقط، واحد يتحدث وانت تستمع مثل ما هسه يحدث، وأكو تواصل بالاتجاهين، يعني أنا أتحدث أخذ وجواب، سؤال ورد، أنتم مثلا قاعدين بالمح أسألكم أي شيء، ها فاهمين استوعبتوا شنو هاي معناها، يا هو توقعونك نسميه ذاك طرفين، أكو حد أخذ ورد two way communication، فعندنا one way communication و two way communication، يا هو الأكثر فعالية يا هو الأكثر هام، يعني أكثر فائدة بي، شو تقولون؟ اكيد التو واي، يعني اعرف ثاني راح انتظركم منه اشوفكم مره فتره نتواصل، عود تقولوا لي شنو هذا المقصود بي فهمت بس، لكن ممكن بالمحاضره أسن تجاوبوني من اكو مريض أسن تساله فهمت لا، بس من تشد الارشادات بالسوشيال ميديا ساعه التواصل الالكتروني شلون تعرف، ولكن التواصل باتجاه واحد هو تواصل هام، القاء المحاضرات هي في الاغلب هي وان واي، هذني الدعايات بالتلفزيون الاحاديث الحوارات البرامج التوعويه كلها باتجاه واحد، ولكن انت من اكو داقيد مريض تحكي وياه ما ممكن تعرض له فيديو، لازم تساله وتعلمه وتشرح له، اي واحد يتقنعه لازم تسمع من عنده تاخذ وتطي وياه، لازم تتعامل وياه اخذ نعم كلا وشو شنو المشاكل اللي عنده، فالتواصل باتجاهه هو الاكثر فاعليه بالتاكيد، ولكن هذا يحتاج جهد اكثر. ايضا بعد شنو التقسيم الثاني، قلنا one way communication two way communication، نرجع انواع التواصل وسأل القسم كانوا حاضرين، احنا التواصل ترى مو بس كلام، تواصل لفظي وغير لفظي. شنو الغير لفظي؟ اي شيء other than language، يعني شلون انت شلون تتكلم، طريقه الكلام، اللهجه، الكلام اي في الكلام اللفظي، كل اللفظي كل ما يشمل اللفظ، تواصل لفظي اللغة، اللهجة، نبرة الصوت، يحكي نبرات شلون باستعلاء، كلام سريع، كلام بطيء، هذا كله يتعلق بالكلام، ولكن اكو تواصل غير لفظي، يعني الناس ما تشوف بس، يعني تشوف حركات وجهك، قعدتك، مشيتك، البوستشر مالتك، حركات اليد، هاي كلها تأثر، حركات العين، حركات الجسم، نسميها البادي لانجوج، جزء من التواصل غير اللفظي هو البادي لانجوج نون فيربال، راح نشرحها ان شاء الله بالمحاضره القادمه بالتفصيل. التواصل غير اللفظي هام جدا، وقد يكون هو مكمل للتواصل اللفظي بل اهم من عنده، احنا كلياتنا ما بيناتنا تواصل غير لفظي، انت كل واحد تشوف ما تاخذ الفكره عنه شلون قاعد شلون يتحرك شلون وقفت، الاستاذ مقتنع مبتسم ما مبتسم، كل هالاشياء هذه نوبات واحد يحكي لك تشوفه مدلغم، نوبات التواصل اللفظي يعني يختلف، يعني
التواصل غير لفظي ما يجي ويا التواصل اللفظي. التواصل غير لفظي يهوى الاستخدام اكثر، اللي كانوا ويانا يذكرون نتوقع دائما هواي اللي تصورون التواصل اللفظي هو الاكثر استخداما والاكثر تاثيرا، ولكن كل الدراسات تثبت وتشير الى ان التواصل غير لفظي هو الاكثر تاثيرا بالموضوع. كيف نتحرك، كيف نسوي ايماءاتنا، كيف نتعامل، يعني ايماء، انحناء، ابتسامه، اشاره، حركه، هاي كلها توصل، يعني هذه تاثر اكثر. فالتواصل هو مو بس تفضي نوبات، حتى اشارات عندنا نستخدم، ايماءات، نعم كلا، ذولا لغه، يعني الاخوان الصم البكم اللي ما ياكل لغه ذوي الاحتياجات الخاصه نسميهم، يعني هذا شلون يتعاملوا وياهم، لغه الاشاره، لان كلها هي تواصل غير لفظي. فكل انسان عنده تواصل غير لفظي، دائما احنا نتواصل غير لفظيا، احنا كل واحد عندنا ماخذين فكره من حركته من مشيته ونوبات، حتى يعني التواصل، حتى الملابس والتسريحة ممكن تعطي فد انطباع. فالتواصل لفظي وغير لفظي، وطبعا هسه حاليا نجي يعني اذا اكو مجال ان شاء الله نتحدث عن التواصل بالسوشيال ميديا، هذا هم تواصل، ونشوف السوشيال ميديا للاسف نطب السوشيال ميديا والتواصل والحوارات بالسوشيال ميديا هواي نلقى بها كلام حاد، كلام جارح، قلة احترام الرأي والرأي الاخر، حتى ما بين يعني الناس المفروض انه هم مستوى ثقافي عالي نسميهم. شوف الحوارات العراقية حادة، فيها تجاوزات أو نوبات يعني استهزاء أو عدم احترام، أنت كل من إلى رأيه احترم. فأكو آداب الحوار، آداب، إحنا هذا موضوعنا هو أدب الحوار وآداب الحوار، التواصل الحوار، أكو تواصل حتى بالسوشيال ميديا، شلون تكتب رسالة، شلون إحنا شوي شوي نحاول إن شاء الله بالمحاضرات القادمة، لأن كلهم التواصل اللفظي والغير لفظي راح نشرحها إن شاء الله بالمستقبل بالمحاضرات القادمة اكثر. انا راح اخلي لكم قلنا فد اكسرسايز على فد فيديو حلو ما يقول لك شلون تضيع الرساله قسم راوت المياه، وسويناه ويا مجموعه من عندكم، لكن مو الكل موجود. فانواع التواصل هذه فيربال نون فيربال، قلنا وان واي تو واي، ولا ننسى التواصل عبر السوشيال ميديا، عبر الانترنت، هذا كله هام. اتمنى ان شاء الله تكون المحاضره فهمتوها. طبعا هذا اذا صار حوار اكثر، كل من يحكي من مكانه صارت فوضى، هذا ما صار تواصل، هذا صار يعني تواصل غير فعال. حتى يعني شلون تتكلم وش وقت تسكت، لازم اكو فد آداب ان جلسة، مو كل من يحكي من مكان المفروض. صار كل من عشر يحكي، احنا نسميه صار سوق هرج، ونوبات المصطلح العراقي يقول حمام نسوان، احنا ما طب هذا، بس يعني انه كل من يحكي هوسة، وكل من وللأسف هواي من الحوارات العراقية تكون انه فوضى، ما حد يسمع، كل من يحكي ما يستمع للآخرين. ان شاء الله ما يريد يكون حواراتنا هيك تكون، لازم نحاول نطور حوار، وكلنا نسعى لتطوير حواراتنا وندرب انفسنا على الافضل. فذني الفيربال والنون فيربال، هذا السلايد نخليها نشوفها ان شاء الله بالمحاضره الجايه، حتى تشوفوا هسه بالمحاضره الجايه راح نشرح لكم اكثر عليه، انه ذني الفيربال هو سرعه الكلام، الحركه، اللغه اللي نفهمها، نبره الصوت، نبات وضوح الصوت، سرعته، كل هذه، والنون فيربال من اكو الفيشيال، البوستشر، الجستر، قاعده، اكو حتى الاندايركت نون فيربال ان شاء الله نشرحهم بالمحاضرات القادمه. فالكوميونيكيشن باربع اشياء، اول شيء الفكر ثينكينج، لسننج، لازم نكون مستمع جيد، المتحدث احنا نكون المتحدث جيد، ولازم نكون مستمع يعني مستمع جيد واوبزرفر جيد، والسبيكينج والنون فيربال. لا ننسى النون فيربال هو المكمل. وشكرا جزيلا لكم.